شرح الكونفرماتوري تيست بتاع الثلاثه كاتاينز بتوع جروب 3 اللي هم الالومنيوم والفيريك والكروميوم. بالنسبه للكونفرماتوري تيست بتاع الالومنيوم هناخد 1 ملي من الكاتاين، وبعد كده الكونفرماتوري بتاعه بيكون انا بضيف دايلوت امونيا اللي هي بريسيبيتنج ايجنت بتاعه، حطها كده. نلاحظ طبعا تكوين الراسب بالابيض الجيلاتيني، ده كده تأكيد على ان دي فعلا امونيا. بالنسبة للتست بتاع الفرج ده ليه تست يعني واضح جدا، ناخد 1 ملي من الفرج سوليوشن، بعد كده بنحط عليه بوتاسيوم سايوسيانيت، بيكونوا مع بعض كومبلكس لونه احمر دموي واضح جدا جدا جدا، مفيش اي مجال للخلط فيه، واضح طبعا اللون الاحمر الدموي، يعني مفيش اي مجال لو مش فرك لا يمكن يندي اللون ده. اخيرا التست بتاع الكروميوم، بناخد 1 ملي من الكروميوم اللي هو المفروض اصلا احنا برضو اتعرفنا عنه من لونه، لان لونه الاخضر المميز ده للكروم. بعد كده التست بتاعه بيتضمن 4 ريجنس، اول حاجه بنحط الصوديوم هيدروكسيد، نحط 1 ملي من الصوديوم هيدروكسيد، بعد كده بنحط 1 ملي من الهيدروجين بيروكسيد، كده المفروض بنأكسد الكروميوم الى كروميت. بعد كده هنحط اسيتيك اسيد عشان نعمل اسيدفيكيشن للميديوم. بعد الاسيتيك اسيد بنضيف ليد اسيتات عشان يتكون معايا راسب من الليد كروميت لونه اصفر كناري، بس هو الراسب بياخد وقت علشان يتكون، محتاج يتعمل شيكنج كويس جدا. لو تلاحظوا اصلا اللون بدأ يقلب اصفر. هدول كده الثلاثة كونفرماتوري تيست بتوع الكروميوم والألومنيوم والفيريك.